السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناتنا. جيت وهنا جيت واللي خطكم عليا وبارك الله فيكم، ومرحبا شي عند شي تلعبوا الشي اللي خطكم على بارك الله فيكم. إخواني أخواتي مرحبا بكم من طنجة حتى القويرة ومن وجدة حتى الصويرة، واحد 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 والجالية المغربية وجميع المتابعين الأوفياء في خارج بقاع العالم. إخواني أخواتي هانتوما هي العروس راهي سالات والحمد لله وداك الشيء مزيان، وطلعت معتبرة، طلعت لينا واحد اللوكال تكنيك يا سلام. آخر مرة باقي نتعقلوا هادو المدريات، وهادي هي البلاصة اللي كانت فيها دابا يدي شتو حركة المدريات، وكانت هاد البلاصة باش كانوا كالوها كانت فيها 40، كانت المدرية فيها 40 ياك، وكان شي هذيك 40 كانت فيها 40 غاديين معايا، وهذيك 40 هذيك 40 خداو منا وما يلا 25 ديال الحديد، وعاد داروا السيمه من الفوق، وهذه ولات فيها 30، هذه عبرتها قبيله فيها 30 بالحساب، فيها 30 هذه ولات فيها 30. اذا داكشي اللي قلنا هو اللي كاين، 25 كانت دكلات علينا الحديد ديال 12 وديال 10، وها هي كملت لينا العروسه. وهذيك كنا قدمنا هذه هي للمهندسين من البدي ديالها من الساس حتى للراس، ها هي راه سالات. وشنو بقى لينا؟ بقى لينا هذا الباب، بقى لينا الباب نعم سيدي عليك، هو اللي باقي لينا هو. غنشوفوا هذا الباب كيفاش غيديروا ليه، ونساليو مع المهندسين وندوزوا عند التريسيانا. اخوانا التريسيانا ها هو اللوكال راه هو موجوده، قضينا مساله هو ان هذا اللوكال غادي نشوفوا كيفاش غيدوزوا ليه الضو، وكيفاش غيخدموا، وكيفاش يحطوا داك لي بلوك، وكيفاش غيديروا، واش انواع ديال الماتريال اللي غادي يكون داخل بحول الله ورعايته. كما كتشاهدوا اخواني اخواتي ها نتوما هاد الثلاثه هما الشومان دو كابل اللي غيمشي لينا من هنايا، وحفروا ليه الطول لتحت تحت من هاد البليصه، هاد الكرسي اللي كاين هنايا هما راه حفروا ليه مدخلوه من هنا، ها هو، وهبطوا على هاد الكراسه من التحت وخرجوا من التحت من هنايا. وجا هذا راه معروف ديال لاماليف، الشركه اللي بهرات انها الناس ناضجين والدراري ناضجين وواعيين. وهذه دي الشركه ديال الريضال كنشكرها باش حطوا لنا هاد العروسه هي ونقاوها وفركسوها وحطوها في هاد القنيات، جا معتبر. الروكار الاول هو لهنايا، وكيعطي لهاد الروكار الثاني، وكيعطي لهاد الروكار الثاني، هاد الروكار الثاني ها هو سدوه هنايا صوبوه غير هاد الصباح. الروكار الثاني فين كيمشي؟ كيمشي تو دروا، وكيمشي ديريكت شومو تما كاينه الستاسيون دو بومباج ديريكت شومو، وكيمشي ديرك شومو كيتبرونشا مع ديك لابارتي. اذا هنايا شنو كاين عندنا؟ كانت عندنا اخر مره هاد النخيله راه اليوم راه ضربوا ليها هذيك، ضربوا ليها التصيصه ديالها، وهذيك النخيله راه ضروري خصهم يبنيو ليها يعليوها، سينو راه تصب عليها الشطر طابو وطيح على شي واحد تولي قاتلها 100%. اخواني اخواتي حنا غاديين وغاديين حاجه بحاجه، وانتم متبعين معنا من النهار الاول اللي حطينا فيه الماتيريال، ومن النهار الاول كاين عندنا دابا الغروب وكاين الشمس وحنا غاديين. جيت صورت لكم هذا الفيديو من بعد ما ساليت الخدمه ديالتي، ومشيت صورت لكم لابارتي اللي ملي راه خدامين فيها الدراري، وجيت لهنايا اخواني كما كتشاهدوا ها هو هذا سميتو ها ديزاكتيفي المغسول، وشتي هذا مازال ما كملش، شتي اللي ضربوا ليه الصابون البلدي و تيولي تايب راق، وهذا راه هو اللي ولا خدامين دابا في لي طيراس ولاو كيديروا في الفلاسوشه. خدم مزيان 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 مزيان. هنايا في ستاسيون ديال بومباج عندنا الحفره الاولى فيها 12 متر هي السلمه هو راه خرجوه، وعندنا الثانيه كذلك ومثال، والثالثه فيها 12 في 12 هي 24 ياك، هذيك اللي من الاولى فيها 12 متر الملي راجع ستاسيون تبعناه من النهار الاول، جات من ليه وضربت لينا في البومبه الاولى هنايا في الروكار الاولاني، وعطات الثاني واحد جوج ثلاثه عفوا، وهذا الاخراني هو اللي كيعطي لهذا، هذا هو اللي غيخرج لينا انا سيدي عليك لبرا، هذا هو اللي غيخرج لينا لبرا، هذا هو اللي غيخرج لنا لبرا. شتي عطيهم هذوك الشريجمات اللي ما غيولي يخرج من هذوك الشريجمات، هما راه غيهبطوا لهم داك الدري باش يفينيهم، وراه هو الروكار راه هو شتوه الروكار فينا اللي غيمشي لنا للراب، هذا هو اللي غيمشي لنا للراب باش يشبعوا الماء باش يبقاو يسقيو. حنا اللي عندنا الماء راه ما كيمشيش للواد ولا كيمشي للبحار، لا 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 لا، الماء ديال الشتا كيتجمع لينا. رشيد هو خدام خدامين لنا في المسائل ديال كيجمعونا في الغ... في صافي علمهم صافي راه كلام عليهم
اليوم جمعوا لينا هادو صحاب هاو داك اللي غيجي من لهيه من هنا لوكال تكنيك وغيضرب لينا لهنايا شفتوه هاو غيضرب لينا لهنايا ومن هنا غيدخل لينا لتحت صافي راه علمهم قال لهم صافي فوق علينا الكوشه كوشه هي راه دوزوا ليها التيست ديالها راه خدامه والامورات كلشي بخير وعلى خير وكاع اخر حاجه اللي كانوا حفروا لينا اخر حاجه هما كيجمعونا شفتوه هما كيجمعونا ما سيدي عليك فهاد في شعلوا لهم البوله حمراء قال لهم بقاوش حنا جالسين نتفلوا اللي تعطل على شي حاجه وعيهم ما يصبروا عليهم صافي الله يجعل البركه حنا ما نبقاوش موقفين الشانطي على جوج خيوطه وها هو المقص ديال هذيك البوب كات شو كيدير شي عنده دوك الرويسات و تيور تيحفر او تيدقدق هذا اللي تشوفوا فيه نتوما فوالا هذه هضرنا عليها هذه الاخرى هضرنا عليها اليوم كان خدام هنايا حسن حسن هو راه كنخدم اليوم في هاد الفريميجا ها هي ها الفريميجا كملات شتوها ها نتوما كملها الله يعطيه الصحه رجلها صوبه دابا الماما ديال الرجلين هو راه صوب ماما الرجلين ماما الرجلين ها غيصوبوا لكم الماما الرجلين وغيصبغوا لكم الطروطوارات بالحمار والصفر والكحل والازرق والخضر واللي بغيتو نتوما وغيصوقوا لكم الدنيا غيهنيونا وها هو بك رشيد خدام تبارك الله ما شاء الله بك رشيد خدام تبارك الله ما شاء الله وها مصحى من الطوياج وها هو الماء دخلينا ها هو رشيد تبارك الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هاد البوطو ديال الضو اللي غيكون هنا في الوسط هو راه كاين وها هما الروكراج وها هو الماء وها الشغل كلشي الامورات بخير على خير صحاب الضو هنايا كل حاجه شاده بلاصتها وكل حاجه هذا هو الراس شو كيدير ها هو شو كيدير هذا راه كيتحيد هذا الراس و تيربل يركب له ديك البوبكات شو صافي وكتولي يا هذا هو هذا هو هذا دق من هنا كيحيدوا ليها البالا ويركبوا لها هذا الراس ويولي منشار او شو ولي البوبكات تولي خدامه منشار يركبوا لها دوك اللعيبات ديالها كل حاجه بلاصتها ها هو السي رشيد خدام تبارك الله الله يستر ليه الامور تبارك الله واحد جون ماروكان كيبرد القلب صحاب الضو هما راه سالاو الضو راه حيت ما يمكنش حيت الضو غير باش تفهموا دابا الضو نورمالمون خصهم يحفروا ليه في التراب وعادي يدوز هذا الجبيبي ولكن المشكل هو ان عندنا التونيل هنايا عاد مني عندنا التونيل ما كاينش التراب خصهم حتى يبنيو قادو المسائل حيت الا جاب الله دارو غيديروا فوق منه هذاك الجبيبي ومع ديك السخونيه ديالو والدكاكه غيتمعسوا لهم هذوك تعبس لهم هاد لي فور لي فور اللي خدموا فيهم هما هادو ثلاثه ديال لي فور اللي دوزوا كي ديما كيدوزوا ثلاثه ديما كيبقى واحد السكون وهاد لي فور هو شو قداش تبارك الله التكمه ديالته ها انتم شو قداش شتي ما شاء الله احسبها لكم دابا عندك 4 1 5 هي 10 هادي ديال 10 قرشوطه قداش تبارك الله راه تدخل فيها اليد تبارك الله ما شاء الله 10 فوالا وداروا تما كاينه واحد ستوب وداروا واحد ستوب اخر من اللي غيحكم وداروا واحد ستوب اخر من اللي وراه هو كلشي الدنيا راه عمرها بستوبات ها هو واحد من هنايا نوريه لكم دابا تشوفوه هو هذا هو هذا ها هو الستوب الاولاني هو هذا فوالا هو هذا الثاني اللي هو هذا هو فوالا شتي هذوك القوادز هذوك اللي وريت لكم دابا راهم ماشي شحال شتيهم اللي غيمشي من الليل اللي غيدوز من هنايا وداك الشيء نتوما شتو شحال هادو من واحد شتو نتوما شتو الديبارات ثلاثه في ثلاثه هي سته و ثلاثه مشاو لينا من هنايا ها هما وهما الاخرين عاوتاني من هنايا كل حاجه غادا تشد الطريق ديالها ما سيدي عليك كل حاجه غتشد الطريق ديالها ما كاينش المزاح كل حاجه غتشد الطريق ديالها كل حاجه غتشد الطريق ديالها ما كاين حتى كل حاجه اذا اخواني اخواتي العروسه هي راه غاديه بشويه بشويه الشركه ديال تي سي ان راه سالات الشغل ديالها صافي بقى لهم شي رواق الاخر والشركه ديال الالومنيوم حتى هما راه سالاو الشغل ديالهم والشركات كل شركه سالات الامور ديالها باقي كيتسناو واحد شويه في الفينال اتصالات المغرب حتى هي دوزات الشغل ديالها كاملو لا رضا حتى هو بقى لهم هذاك هو الاخر اللي رجعوا قادوه إذن هنا اي واحد نسى شي حاجه راه غيتحمل المسؤوليه ديالو راه ما كاينش الحفير راه الشركه راه والله ما تزقل معكم راه صافي مابقاش داكشي تيدوز عاوتاني يبداو يقطعوا لنا في الشوانط وداكشي راه ما بقاش
هذاك الشيء راه عطاكم دابا تقريبا جايه واحد 4 3 سيمانات. امتى؟ قبل من العيد جا العيد، عطاهم السيمانه الاولى ديال العيد، الثانيه ديال الثالثه، راه 3 سيمانات عطاهم السي الهلاوي باش الا كان شي حفير كان شي حاجه هي هذيك، الا ما كانش السيمانه هاد السيمانه الداخله راه قال لهم صافي رانا غادي ندوز الماتيريال ديالي نمشي فحال هادشي لشي خدمه اخرى. اذا اخواتي اصدقائي الاعزاء، نكتفي بهذا القدر. شكرا لكم بزاف وشكرا للمتابعين الاوفياء اينما كنتم، لهلا خدتكم علينا بارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وانا مشيت. السلام عليكم.